مرحبا للجميع، سنتحدث اليوم عن أنواع التعلم الستة لديانا لوريال. هي الأنواع التي يمكن استثمارها من خلال أنشطة تراعي أنماط التعليم المختلفة: التعليم الحضوري، تعليم من بعد، والتعليم المدمج. وتم تقديمها ونشرها من قبل الأستاذة ديانا لوريال من كلية لندن الجامعية، وتستخدم على نطاق واسع في تخطيط الحصة الدراسية. النوع الأول هو الاكتساب acquisition، وهو التعلم من خلال الاستماع والقراءة والمشاهدة read, watch, listen. هنا يتلقى المتعلمون المعلومات من خلال القراءة أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى المقاطع الصوتية أو الاستماع إلى الأستاذ. من الأمثلة والأفكار: قراءة نص أو مقال، تصفح موقع إلكتروني، مشاهدة مقطع فيديو، الاستماع إلى تسجيل أو بودكاست. ومن مهام المتعلم: يقرأ، يشاهد، يسمع، يراقب، يحفظ. النوع الثاني هو التحري investigate، وهو التعلم من خلال الاستكشاف والتحقق والاستفسار. وهنا يقوم المتعلمون بالتصفح والبحث وجمع وتحليل المعلومات والتأكد من دقتها. من الأمثلة والأفكار: البحث وجمع المعلومات للإجابة عن الأسئلة، دراسة حالة، مقارنة وتحليل مجموعة من المصادر الرقمية، ترتيب المعلومات وتصنيفها. ومن مهام المتعلم: يجمع المعلومات، يحدد، يشرح، يحل، يرتب، يعرف، يصف، يصنف، يتعرف على، يقارن. وكما تلاحظون أن الفرق بين النوع الأول والثاني هو أنه في النوع الثاني يكون المتعلم متعلم نشط، أما النوع الأول فهو أكثر بمتلقي. النوع الثالث الممارسة practice، وهو التعلم عبر التطبيق والتمرين. وهنا يقوم المتعلمون بتحسين مهاراتهم من خلال التطبيق والتمرين وأخذ الملاحظات والتغذية الراجعة. من الأمثلة والأفكار: قيام بتمارين تطبيقية، استعمال المحاكاة والستيموليشنز، game-based learning والتعليم عبر اللعب، مختبرات ورحلات افتراضية virtual labs and field trips، وأنشطة لعب الأدوار. أما المهام فهو يرتب، يعرف، يصف، يصنف، يشرح، يجرب، يحل، ويطبق. وهنا نجد أن المتعلم يقوم بالتجربة وتطبيق، ثم أخذ الملاحظات وتغذية راجعة، ثم التجربة مجدداً، ومن خلال هذه العملية يقوم بالتمكن من المفاهيم والمعلومات الأساسية. النوع الرابع الإنتاج produce، وهو التعلم عبر الإبداع وإنتاج مخرجات. وهنا يقوم المتعلمون بتعزيز تعلمهم من خلال الإنتاج، مما يساعدهم في التفكير بالمعلومات واستثمارها من زوايا مختلفة. والأمثلة والأفكار: مثلاً عرض محتوى presentation، كتابة، خلق مدونة blog، e-portfolio، إنتاج فيديو، إنتاج رسومات illustrations، إنتاج خريطة مفاهيم concept map وغيرها. من مهام المتعلم: يخلق، ينتج، يعرض، يشرح، يطور. النوع الخامس التعاون collaborate، وهو التعلم عبر المشاركة والتعاون في بناء المعرفة. وهنا يبني المتعلمون المعرفة من خلال العمل معا في مشروع أو مهمة. من الأمثلة والأفكار: مثلا العمل على مستندات مشتركة shared documents، العمل ضمن مجموعات صغيرة، بناء شيء معا، إبداء الرأي والتفاوض للوصول إلى الحل. ومن مهام المتعلم: يشارك، يناقش، يقدم تغذية راجعة، يوضح، يدعم.
ونلاحظ في التعاون أن المتعلم عليه أن يكتسب مهارات التفاوض وإبداء الرأي للوصول إلى حل وإلى تقديم مستند مشترك. على سبيل المثال، النوع السادس هو المناقشة discuss، وهو التعلم بمناقشة وجهات النظر والآراء، وهنا يقوم المتعلمون بمشاركة المعرفة ووجهات النظر والدفاع عن آرائهم. من الأمثلة مثلا خلق مجموعات المناقشة، منتديات، أدوات الدردشة المتزامنة وغير المتزامنة، ندوات وتبادل الخبرات. ومن المهام المتعلم هو يعلق، يقوم بمناظرة، ينتقد، يدافع، يجادل ويصف. أبرز المراجع. شكرا لإصغائكم.